انا بقيت بغيت والو، انا حسيت ضريت، انا ضريت، انا بقيت بغيت حتى حاجه، انا بغيت عليا البرد، عليا مسالي اللي بغيت عليا. انايا انا ما خرجت من الدار صغيره، عندي بنت 14 عام. واش انايا وانا علاش انا خرجت من الدار من العصا والضرب وهادي؟ كبرت في الزنقه. ملي كبرت في الزنقه تزوجت، تزوجت صغيره، ماشي حب، طمع. امي تفقسات، بغيت نرجع لدارنا. قال لي با انا باش تجوج ما تجوجش بالقانون والشرع، ماشي جواج. كان عندي 21، منين كبروا كنت انا خارجه ماشي للطريق ولا شي حاجه، لا تنمد ليديا حتى توجهي عند عباد الله اللي يسوى اللي ما يسواش. انايا دارنا عائلتي قداش، فاميلتي تعرف، بنتي كبرات موظفة وما عقلاتش عليا. أم ولدي قلت لها أنا وليدي تعاون معايا، أنا مكرفصة اليوم غدا وأنا بقيت بغيت من هذا وليت يتفلى علي. وهذاك جبت كريطينات، ما عندي لا فراش لا والو، جبت كريطينات برد عليا وشع عليا، دوزتو كله هنايا. وانا انا الناس بعيدين وانا معيده هنا في الزنقه. دابا انا علاش انا طالبه الله يحن عليكم بالكلوب. انا يا اختي انا ما طالبه بحتى شي حاجه، انا بغيت امي حي باش نستقر، باش يعاونوني في الكرا، هادشي اللي بغيتها. ما بغيت منهم حتى شي حاجه، ما بغيت منهم لا فلوس لا والو. بغيت انا بيت باش يحنوا عليا هذاك، باش يكريو ليا، وباش نتستر من البرد عليا وش من البرد عليا وشتا عليا ومن الشماكري ومن الشباره. انا بقيت بغيت والو، انا حسيت ضريت، انا ضريت، انا بقيت بغيت حتى حاجه، انا بغيت عليا البرد، عليا مسالي اللي بغيت عليا.